الفته بتاعتي. كوبايتين رز مطبوخ، رز مصري مطبوخ عادي، رغيفين خبز بلدي متقطع مكعبات كبيره، بحمصه في الفرن، ممكن احط معاه معلقتين زبده لو تحبوا نحمصه في الفرن، ممكن يتحمص من غير حاجه، لحمه مكعبات مسلوقه، ونص لتر شوربه بتاعه سلق اللحمه. الخلطه بتاعت التوم والخل بقى، معلقتين كبار توم مفروم، ربع كوبايه خل، معلقه كبيره سمنه عشان احمر التوم، وشويه ملح. صلصه الطماطم، 5 حبات طماطم كبيره معصوره في الخلاط مع شويه ميه طبعا، معلقتين زبده، فصين توم مفرومين، 4 معالق خل، ملح وفلفل اسود، ومعلقه صلصه كبيره. يبقى كوبايتين رز مطبوخ، رغيفين عيش بلدي متقطع مكعبات كبيره اهي كده اهو زي ما احنا عاملينها مكعبات كبيره ومحمصينه، لحمه مكعبات مسلوقه، ونص لتر شوربه بتاعه سلق اللحمه. هستعمل 2 معالق كبار توم لخلطه التوم والخل، وهستعمل 1/4 كوبايه خل، وهستعمل 2 معالق كبيره سمنه، وهستعمل شويه ملح. هاجي بقى لصلصه الطماطم اللي انا هعملها دلوقتي. اول حاجه هحط الزبده، 5 حبات طماطم كبيره معصوره بعملها في الخلاط، الطماطم مع 2 معالق زبده، و3-4 فصوص توم حسب ما انت عايزه او حجم التوم، ومعلقتين خل، ومعلقه كبيره صلصه. اول حاجه بدوب الزبده وبحط لها التوم. اخد بالي الزبده ما تتحرقش، عشان كده انا بعتها على النار عشان تسيح، لان الطاسه كانت حاميه. بصوا مجرد يصفر التوم لو اغمق بيمرر يبوظ لي طعم الاكله، فيا دوبك هو يصفر معايا اهي ريحته تبتدي تطلع. هروح حاطه معاه الطماطم اللي انا عصراها. بسم الله الرحمن الرحيم. ويغلي شويه، وهحط معاها معلقه الصلصه هتخلي الطماطم تربط بسرعه، ما اقعدش بقى اسبك فيها اسبك فيها. روما، مدام روما، صباح الخير. صباح النور. وحياتك يا مدام ايه. انا عايزه اعرف الرز بلبن امبارح انا فتحت على الاخر، عيني هعيدهولك تاني، فكنت عايزاه تعيدي لي بس الطريقه عشان يطلع بالمنظر اللي انا شفته ده. خلاص من عيني الاثنين يا حبيبتي، من عيني الاثنين. العفو يا حبيبتي. نعيد النهارده الرز بلبن ان شاء الله. كده اهو هسيبها بقى تغلي شويه، احط لها الملح وتغلي شويه، بعد ما تبتدي تغلي شويه هضيف لها الخل. هاجي اعمل بقى ادي اللحمه انا سلقاها، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بقى الشوربه على العيش علشان يشرب من شوربة سلق اللحمة. كده اهو بحط الشوربة، هغطيه، حتى هغطيه بغطا الحلة بتاعت اللحمة على ما اعمل الخل والثوم اهو كده اهو علشان يهدى شويه. هاجي هحط السمنه، بسم الله، هحط معاها الثوم. ده بحمره ازيد سنه من الثوم بتاع الصلصه، يعني بغمقه سنه بسيطه بس برضو مش درجه ان هو يمرن معايا. ريحته فظيعه طبعا، التوم فظيع. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا هكون مجهزه الخل، طبعا اخد بالي انه ما يلسعش معايا لانه لو مرر خلاص باظت الفته مني. مجرد يغمق بسيط، يعني ياخد لون ذهبي كده بسيط، وبعد كده اهو هحط منه شويه صغيرين على العيش اقلبه فيه، واحط الباقي على الوش في الاخر. انا عايزه اقلب بقى هنا برضو، ابتدت ايه هتغلي، ما بخليهاش بقى تغلي كتير. الصلصه بقول لكم هي هتساعدني ان ايه الصوص يعقد بسرعه، ما يحتاجش ان هو يتهري وتقطع قلبه على النار من الغليان، ما يغليش كتير. اهو عايز شويه كمان. خدوا بالكم ان الرغاوي دي ممكن ما تشوفوش منها لون التوم كويس فيلسع معاكم، ف
فلازم اجيب كده اهو علشان ايه ابقى شايفاه كويس. اهو ابتدى لونه يغمق. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الخل. بصوا لونه كده، ده الدهبي اللي انا عايزاه، مش عايزاه غامق يتلسع ومش عايزاه ني شويه. هي غلوتين. هاجي بقى هحط هنا اهو بسم الله شويه واقلبها مع العيش والشوربه. في ناس بتحب العيش طري جدا، يعني انا حماتي بتحب العيش طري جدا، وفي ناس بتحبه مقرقش شويه. لو بتحبيه طري هتسيبيه لغايه لما يشرب كل الشوربه دي، لو بتحبيه مقرمش شويه هتنشليه من الشوربه وتبتدي تغرفيه. دي حاجه حسب الرغبه الشخصيه كده اهو. احنا هنجيب الطبق يا مدام وفاء. ايوه 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 لو سمحتي، كنت بس عايزه الصوص اللي حضرتك حطيتيه على سلطه اللي هي سلطه بالفراخ. من عيني من عيني. شكرا. بسم الله الرحمن. هنيجي انا مش هخليه يطرى قوي، يعني يكون مقرمش معايا شويه، بس زي ما قلت لك دي حاجه بترجع لذوق الشخص. عايزاها طريه قوي اوكي، عايزاها مقرمشه شويه مفيش مشكله. على فكره الفته المصري بتاعتنا جميله جدا، يعني هي مش مشهوره بره زي الفتات الشامي والتركي، بس هي حلوه فعلا كده اهو. بصوا اهو انا هاخد شويه برده من الشوربه احطها عليهم عشان عليها خل وتوم خساره اهو. بفرد العيش كده اهو وباجي اخد شويه من دي احطها عليها. بسم الله شويه صغننين كده، وبعد كده احط الرز عليها. ادي الرز رز ابيض مطبوخ عادي، برضو كميه الرز بتختلف من حد لتاني، يعني في ناس بتحب الرز كتير في ناس بتحب الرز قليل، بس الوسط دايما بيبقى احلى حاجه. اللحمه بقى في ناس بتحمرها، بس انا بحبها مع الفته بصراحه مسلوقه، يعني مش عارفه احنا اتعودنا من زمان ان لحمه الفته بتبقى مسلوقه فوقيها، بس لو تحبي تاخديها شويه تحميره في السمنه مش هتقول لا. يعني انا بقول لكم الاختيارات، طبعا هم احنا كل المصريين بنعملها، بس يعني في ناس كتير جدا من بره مصر بتتفرج علينا، عشان كده بنقول ايه الاوبشنز اللي احنا ممكن نعملها علشان يعملوا فتة بتاعتهم كده اهو. اجي بقى للسخنه للصوص ده. ايد الحله سخنت نمسكها كده وهروح حاطه كده اهو مزينيها بيها. أم بلال، يا أم بلال صباح الخير حضرتك. صباح النور يا حبيبتي. ريحة الفتة جاية لحد هنا. هنا والشيفة اتفضلي معانا. بألف هنا وشيفة. الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي وتسلم إيديك. تسلمي لي يا رب. بستأذن حضرتك بس أنا الحاجات أكلنا كله مشوي. هل يا ترى السمك الفيليه ممكن بيتشوي؟ طبعا ممكن تشويه على الجريل أو في طاسة تيفال. هقول لك من عينيا، هقول لك كمان تتبيلة حلوة قوي ليه ونشويه بيها. هاجي احط بعد كده اللحمه قبل الطماطم، هحط اللحمه
وبعد كده اهو هزوق. انتوا ممكن تاخدوا بالكم ان انا حاطه ورق لورا كتير، ورق اللورا ده من اهم الحاجات اللي بتتحط مع البصل والثوم لسلق اللحمه علشان يشيل اي زفره منها، بيخلي طعمها حلو جدا. بالهنا والشفا يا جماعه. انا هحط صلصه طماطم، وهخلي احمد بقى هو يكمل بقيه اللحمه عشان نلحق نعمل الوصفه اللي بعدها. هنحط صلصه الطماطم كده اهو، نزوق بيها على اللحمه وعلى الرز، واحمد بقى هيكمل لنا بقيه اللحمه. وبعدين بصوا بقيه الصلصه الطماطم دي بتتقدم جنبها، اللي عايز بقى يزود بتتقدم جنبها. دي بقى الفته المصري بالخل والثوم. هنعمل دلوقتي الكوكيز اللي اتطلبت مننا امبارح، اللي هي الكوكيز بالشوفان. المدام اللي كلمتنا علشان نقول لها على الكوكيز اللي بالشوفان، هنعملها معاكم. وعايزه بس اقول لها كمان شويه ملاحظات وانا بشتغل كده بس علشان ايه